زراعة القلب هذا الحدث الذي غير شكل الحياة. أشعر به وهو ليس مجرد مضخة، لكنه يعني الكثير بالنسبة للبعض. لم أعتقد للحظة أن وظيفة القلب تنحصر في ضخ الدم فحسب. بدأت أشعر أن هناك أموراً غريبة تحدث. لطالما كنت معجبة بالطعام الإيطالي، لكني أحب الطعام المكسيكي الآن. كنت أزيل الفلفل الأخضر من طعامي. صرت أكتب وأكتب. لم تكن لدي فكرة عن مصدر هذه المشاعر. كنت أحيا وكأن شخصاً آخر في أعماقي. إنها أشبه بشراكة. هل يعقل أن يحمل القلب للجسد الجديد ذكريات الواهب؟ إن هذه الفكرة عن قلب واعٍ ورابطٍ وذو حس هي إحدى الفرضيات التي إذا أثبتت فسوف تغير كل شيء. أصبحت زراعة القلب عملية روتينية الآن، ولكن عدداً من المرضى الذين زرعت لهم قلوب جديدة يتحدثون عن تغيرات هائلة في حواس الذوق لديهم وبشكل أكثر استثنائية في ذاكرتهم، ويعتقدون أنهم منحوا أكثر مما توقعوا من واهبيهم. على مر قرون كان يرى القلب على أنه عضو يحمل رموزاً ويقترن بالحب والعاطفة، واليوم يختبر العلم الحديث نظرية تقول إن القلب معني بمشاعرنا وإنه حكيم، ويمكن له أن يقود الدماغ في تفسيرنا للعالم من حولنا. أظن أن الشعراء كانوا دائماً على حق، فالقلب يلعب دوراً استثنائياً في تجربتنا العاطفية. هذا ما اكتشفناه بعد الأبحاث. لماذا سيطر على الاستعارات الكلامية على مر القرون؟ هل الأمر مجرد مجاز أم هناك حكمة داخلية تستحق اهتمام العلم الحديث؟ إنها نظرية مثيرة للجدل، والعديد من علماء القلب لا يقبلون بها. أنا أشك في هذه النظرية لأنني أعرف أن القلب عضو لا يستطيع توليد الأفكار أو الذاكرة بالمعنى الذي نعرفه. بشكل أساسي ومن وجهة نظر طبيب جراح، فالقلب هو أولاً وأساساً وربما أخيراً مجرد مضخة. هل قلبنا حقيقة مضخة دم أم أكثر من ذلك؟ كانت كلير سيلفيا أول مريض يشهد تغييراً في الشخصية، وهي من بوسطن في الولايات المتحدة. ومنذ 20 سنة مضت كانت الشخص الأول الذي أجريت له عملية زراعة قلب ورئة في مشفى نيو هيفن. كانت رؤية القلب وهو يعطيني النبض أمراً مدهشاً كنت أسمعه. لقد كان إيقاعاً جديداً وشعوراً مميزاً، وما كنت أعرف أن رحلتي لا زالت في بدايتها وحسب. بعد يومين على العملية الجراحية جاءت الصحافة لتجري مقابلة معي وسألوني: الآن وبعد هذه المعجزة ماذا تريدين من العالم أكثر من ذلك؟ فقلت إنني أتحرق شوقاً للحصول على كأس جعة، مع العلم بأنني لست من شاربي الجعة، وقد جرحني قليلاً جوابي الخاطف لسؤال كهذا. هذه أول حادثة بالنسبة لي، وشيئاً فشيئاً تطورت الأمور حتى شعرت بقناعة أني كنت أعيش مع شخص آخر موجود داخلي. عليك أن تبحري في خباياك. أول شيء حدث هو تغير في تفضيل الطعام. فلم أكن أحب الفلفل الأخضر، لكني أصبحت أحرص على وجوده في طعامي. وفي أول مرة سمحوا لي بأكل اللحوم، وجدت نفسي في مكان لبيع الدجاج المقلي، الشيء الذي لم أقم به من قبل. ووجدت أن كتابتي تتجه من اليسار إلى اليمين بدلاً من توجهها من اليمين إلى اليسار. كمعظم متلقي الأعضاء لم تخبر كلير شيئاً عن صاحب القلب الذي نقل إليها. علمت فقط أنه لشاب مات إثر حادث دراجة نارية.
بعد بضعة أشهر من العملية رأيت نفسي في الحلم مع شاب، فاستيقظت يعتريني شعور بأن هذا الشاب بالتحديد هو صاحب القلب. كان اسمه في الحلم تيم إل. لذا فقد اتصلت بمنسقة التبرع بالأعضاء وسألتها هل كان ذاك هو اسمه؟ صمتت بضعة دقائق ثم قالت أرجوك لا تمزحي. كان اسم الواهب تيم لاميراند، والأكثر من ذلك أنه كان يحب الجع والفلفل الأخضر، وكانت قطع دجاج موجودة في سترته عندما توفي. لقد علمت ذلك عندما قابلت عائلته، مؤكدة أن كل تجربة جديدة لديها مرتبطة إلى حد كبير بصاحب قلبها. أكد أفراد عائلة تيم صحة وجهة نظري، وأصبحوا تواقين للحصول على أي شيء جديد يذكرهم بتيم، حيث كنت أعيش ذكرياته التي تتجسد في شخصيتي. لقد كانت كلير أول حالة تظهر للعامة وتحمل الذكريات والتغيرات التي تعود لصاحب قلبها. بوجود قوانين صارمة للسرية، فقد كان من المستحيل أن تعرف كلير هذه التفاصيل عن واهبها. فمن أين يمكن لهذه الذكريات أن تأتي؟ الأستاذ بول بيرسال هو طبيب أمراض عصبية وقلبية من جامعة هونولولو. واجه من ذي قبل قصصاً كقصة كلير أثناء عمله في المشفى. لقد قمت بزرع العظم النخاعي لسرطان في مرحلته الرابعة في أوائل الثمانينيات، وكنت في وحدة الزراعة. كان معظمنا يحتضر، وكنا نجلس ليلاً ونتحدث عن أشياء، وكان الذين زرع لهم قلب يتحدثون عن حصولهم على ذكريات ومشاعر ومذاق ومخاوف وتفضيلات واهبيهم الموسيقية. لقد كان هنالك امرأة هادئة جدا، ثم حصلت على قلب ملاكم. كانت تكره العنف، حتى أنها تغادر الغرفة عندما يشاهد زوجها كرة القدم. وبحصولها على قلب الملاكم أصبحت تشاهد المباراة، تهتف وتشتم وتلكم. إذن كان ذاك عندما بدأت أسمع كل هذه القصص الملفتة وأخذت أجمعها أيضا. هل يمكن للقلب المزروع أن يجلب معه نوعا من المعلومات من مالكه السابق؟ نعرف أن القلب عضو حيوي بشكل هائل وأنه على تواصل دائم مع الدماغ. هناك 40,000 خلية عصبية في القلب ترسل إلى الدماغ وتخرج الهرمونات من القلب لتجول في تيارنا الدموي، وكل مرة ينبض القلب يشكل فيها موجة نبضية. ولكن الأكثر تأثيراً هو طاقة قلوبنا المغناطيسية الأقوى من الدماغ 5,000 مرة، ويمكن أن تقاس بما يقارب المترين. أعتقد بأن القلب قوي حتى يتكلم مع الدماغ. ربما يتوجب علينا أن ننتبه لذلك. يعتقد أن الدماغ يمثل كل شيء، ولكنه في الحقيقة لا يفعل. كان الأستاذ بيرسال متأكداً من أن طاقة القلب وعلاقتها مع الدماغ هما المفتاح، وبإدراك المزيد والمزيد من المرضى لهذه التجارب الملفتة فقد بدا أنها تأكدت. لكن هل يمكن لحسه الباطني أن ينبري للعلم؟ في 40 سنة الماضية قمنا بتطوير القدرة على زرع القلب من جسد لآخر، وفي ذاك الوقت ظهرت التجارب المخادعة من المتلقين الذين شعروا بتغير في شخصيتهم بعد شفائهم. وقد كان ذلك كافياً لتحريض بعض العلماء للنظر إلى القلب بشكل مختلف واختبار النظريات القديمة التي تقول إن القلب معني بمشاعرنا وعواطفنا. القلب عضو رابط، عضو رقيق. إنه نوع مختلف من الذكاء. إني لا أعرف كل شيء عن ذكائه، وهذا ما نحن بحاجة لأن نتعلمه. أما كيف نتعلمه فهو بطرح أسئلة مفتوحة عن قلوب الناس، وليس أن نعزلها في الشعر، بل أن نفهم ما تريد قوله. جمع الأستاذ بيرسال أبحاثه في كتاب يدعى The Heart's Code، روى فيه القصص التي تدور حول مرضى زراعة الأعضاء وما يبوحون به عن المكان الذي نخزن فيه ذكرياتنا. في الوقت ذاته وفي الطرف الآخر من أمريكا
كان الأستاذ جاري شوارتز، الأستاذ في علم النفس وعلم النفس التحليلي في جامعة ييل، يطور نظرية جديدة عن كيفية عمل الذاكرة. كنت أدرس دور آليات التغذية الراجعة بالتعلم. عندما نتحدث على سبيل المثال كيف يتعلم الدماغ، فإننا نتكلم عما يسمى بالشبكات العصبية في الدماغ، وقد تبين بأن الطريقة التي تعمل بها هي أن مخرجات الخلايا العصبية تعود مدخلات، وتستمر هذه العملية وتستمر ثانية. وطالما أن التغذية الراجعة حاضرة فسوف تتعلم الخلايا العصبية، وإذا ما قطعت فسوف يتوقف التعلم فيها. لذا من الضروري أن يكون هناك تغذية راجعة لدى الخلايا العصبية كي تحدث عملية التعلم. وبهذا فإن أي نظام لديه تغذية راجعة يكون قادرا على التعلم. مثلا نحن نتعلم كيف نصوب الكرات في السلة عن طريق التغذية الراجعة التي تخبرنا إذا كنا دقيقين أم لا، ونتيجة لذلك فإن أي نظام أو أي مجموعة خلايا لديها آليات التغذية الراجعة في شبكة سوف تتعلم بنفس الطريقة التي تعلمت بها الخلايا العصبية، وذلك ما يدعى بذاكرة التغذية الراجعة أو الذاكرة الجهازية. لقد طبق نظريته عن ذاكرة التغذية الراجعة على القلب، وتنبأ بأنه يمكن للمعلومات أن تنقل عبر الأعضاء في جراحة زراعة الأعضاء. وفي الوقت ذاته تقريباً، أصدر الأستاذ بيرسال قصصاً مشابهة جمعها من المرضى الذين أجريت لهم جراحة زراعة الأعضاء، وهكذا وجدا نقطة التقاء بينهما. لقد تحدثنا معاً عبر الهاتف، وحالما بدأت أسمع تفاصيل أكثر عن الحالات فهمت أن هذا مجرد تنبؤ نظري يمكن اختباره في طب الأحياء. لقد أخبرت بول بشعوري أنه كان من المهم جدا أن ينظر بعناية إلى أحد أفضل حالاته، وأن تنشر هذه الحالات في مقال صحفي. أجريت المقابلة ونسخت صورا طبق الأصل، وقمت بتحليلها وجمعت كل النسخ وأرسلتها للدكتور شوارتز. كان عليهما مقابلة وتتبع متلقي القلوب وعائلات الواهبين أيضا، فما كانا يبحثان عنه هو تشابهات بين الواهب والمتلقي في تفضيلاتهم وذكرياتهم وحواس الذوق. قمت بفحص كل حالة بشكل مستقل وجعلتها موضع اختبار علمي، ثم كتبت تقرير بحث رسمي واصفا فيه تلك الحالات ومعطيا أمثلة عن البيانات غير القابلة للدحض. من بين 70 حالة التي لمست تغيراً، انتهوا إلى 10 حالات تطابقت شخصياتهم وذكرياتهم مع شخصيات وذكريات واهبيهم. إذا نظرت إلى المحتوى بعناية، ستكتشف بأن درجة التماثل عميقة جداً. فعلى سبيل المثال، ثمة حالة نصفها لرجل يبلغ عمره 47 عاماً، وقد تلقى قلباً لشاب أسود عمره 17 عاماً. لم يكن عنصرياً، ولكن كانت لديه تحفظات كثيرة لما كان يتوقعه من الشبان السود، مشتملاً ذلك على خشيته من أخذ أي شيء منهم، لكنه كان يحب موسيقى الراب. وبعد أن تلقى القلب أصابته تغيرات متنوعة لمسها بنفسه، أصبح لديه تحول عميق في تفضيله للموسيقى. صار مهوساً بالموسيقى الكلاسيكية وبدأ يستمع إليها أكثر وأكثر، وصار ينشد الأنغام أنغاماً كلاسيكية لأغاني لم يستمع إليها قط. كانت زوجته منزعجة تماماً من ذلك، وقد عرفت مؤخراً بأن الشاب كان قد غادر لتوه القاعة التي تلقى فيها درس الكمان عندما صدمته سيارة، فهو عازف كمان كلاسيكي. إن ذلك النوع من المعلومات ليس من المعلومات التي تحصل عليها فقط بتصنيف عشوائي للمخاوف أو التغييرات في تفضيلات بسيطة. بدأ أن القصص التي كانوا يجمعونها تحتوي على تشابهات ملفتة، وقد بدا لشوارتز بأن المعلومات التي ينقلها المتلقون يمكن أن تأتي فقط من قلوبهم الجديدة. إلى حد أن القلب يعمل كجهاز تخزين التغذية الراجعة
لذكريات القلب الحيوية في الجسد. ثم إذا انتزع ذلك القلب ووضع في جسد آخر، فإن ذكريات القلب الحيوية هذه والتي تدور ضمن القلب في آلياته العصبية والخلوية وحلقات التغذية الراجعة ستستمر وتنتقل إلى شخص جديد. عندما واجهت هذه المشاعر الجديدة، لم يكن بمقدور بعض المرضى إلا أن يتشوقوا لمعرفة حياة واهبيهم ليحصلوا على التفسير. تمنيت بعد أن حصلت على عضوي المزروع أن أعرف على الفور من كان الواهب. تعرف أنه عندما يكون هناك شخصاً يبقيك على قيد الحياة، ستشعر أنك في حاجة لأن تتعرف إلى هذا الشخص. أحببت فقط أن أعرف الحالة التي كان عليها هذا الشخص، الحالة التي كان عليها في داخله وفي مظهره، ما إذا كان جيداً، ما إذا كان سيئاً. أعتقد بأن معظمنا يريد أن يعرف، لأنه أصبح لديه جزء مهم كهذا في جسده. لا أنتظر معرفة الكثير عن الشخص الواهب الذي ساعدني لأستمر في الحياة، فأنا أرى الأمر ليس أكثر من الفوز بورقة اليانصيب. إن جيم هو أحد هؤلاء المرضى الذين جربوا تغيراً غريباً مباشرة بعد 5 أعوام مضت من تاريخ عمليته، وقد لاحظت زوجته ماجي هذا التغير على الفور. لقد فاجأ الجميع تماماً، وقد تمكنت من رؤية الاختلاف فيه، الاختلاف في عينيه. لقد عاد إليها اللمعان وبدأ مختلفاً تماماً. تركت المدرسة وأنا في 15 من عمري، وكنت عامل فحم، ومن ثم سائق شاحنة، ولذا لم أحصل على تعليم جيد، لكنني تعلمت الكتابة بنفسي، وها أنا الآن جيد جدا في التهجئة. لذا فكان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي أنه بعد 6 أشهر من زراعة العضو لي جلست في صباح يوم ما أخربش، الأمر الذي أوصلني لكتابة عدة قصائد وتدوين ما أكتب في كتاب. كنت أكتب وأكتب وأكتب فحسب، وكما تعرفون فأنا لا أعرف من أين جاءت، ولأكون صادقا معكم فأنا كما قلت لم أقم أبدا بشيء كهذا من قبل. قبل زراعة العضو لم يكن لديه أي موهبة إبداعية، ولم يكن يهتم كثيرا بالكلام العاطفي. لم أكتب على الإطلاق أي كلمة من قبل، ولم أرسل حتى رسالة حب، أليس كذلك؟ لا، سأفعل الآن. بعد أن بدأ جيم بكتابة الشعر، تلقى رسالة من عائلة الواهب احتوت على أسطر شعر. لقد كان التشابه كبيرا جدا بالنسبة لجيم. عندما أقابل عائلة مارتين سأشعر وكأنني جزء منها، وآمل أنهم سيعتقدون بأنني جزء من عائلتهم. لا تفكر به كأنه ميت، بل فكر به على أنه يرقد بدلا مني، لأنني سأبذل قصارى جهدي لنعانق بعضنا كلانا عندما أرقد في مستقري النهائي. بالنسبة لمعظم المتلقين، فإن هبة الحياة هذه تولد شعورا مختلطا بالامتنان والذنب بسبب الظروف التي تكمن وراء المكان الذي جاء منه قلبهم. تبدأ رحلة القلوب في عملية زرع الأعضاء بواهب وحدث ينشأ دائماً عن مأساة غير متوقعة، فبالنسبة لهم أيضاً من المهم أن يتتبعوا قلوبهم. اليوم مضى 5 أعوام على مقتل ابن كايل. إنه يوم حزين بالنسبة لي، فأنا أقوم بأخذ زهوري إلى هناك وأجري حديثاً قصيراً معه. وعادة ما أكتب رسالة قصيرة أطلعه فيها عن حال العائلة. رسالة أخرى إليك يا طفلي. ابني العزيز كايل، لقد مضى عام آخر الآن، إنه العام الخامس، ولا يزال يصعب علي التعود على عدم وجودك هنا. ما زلت أسمع صوتك وأشتاق إليك. سوف أظهر لكم اليوم بعض الوسائل لتقديم الطعم وكيف نصيد أسماك الروتين النهرية. لقد كان صبياً مرحاً ولديه حس الفكاهة، صبياً سعيداً تملأ البسمة وجهه. يوجد لدى جانيس 4 أبناء، وفي إحدى الليالي منذ 5 أعوام
أصيب ابنها الثاني كايل بجروح بالغة في الرأس إثر حادث سيارة، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلن أخيراً عن موت دماغه. كانت آخر كلماتك لي: أحبك يا أمي، فأنا أحبك بني، باركك الله، أرجو أن نلتقي مجدداً ولا نتفرق أبداً، أمك المحبة دائماً، سنلتقي هناك إن شاء الله، وذاك من قلب كايل. إنه الجزء الأصعب بالنسبة إلي، إني أفتقد جزءاً مني، ولا يمكنك أبداً أن تعيد ذلك. ما يمكنك تعلمه هو العيش مع الألم لفقدان الأشخاص الذين تحب، لكن لا يمكنك على الإطلاق أن تعيدهم تماماً، لقد ذهب كل شيء. يجب على جانيس الآن أن تقوم بشيء أخير تجاه ابنها. قلت في يوم ما: إنني سأضع يدي على قلبك وسأشعر بالنبض، إني أعدك وتعرف أني لا أخلف وعودي، وذاك شيء أبقاني على قيد الحياة حتى الآن. بسبب الأنظمة السرية الصارمة المحيطة بزراعة العضو، كان الشيء الوحيد الذي عرفته جانيس هو أن قلب ورئتي ابنها قد وهبوا إلى صبي اسمه دانيال. أريد أن أشعر بنبض القلب من جديد، أريد أن أضع يدي على ذاك القلب وأشعر به، حيث سيكون واصلاً بيني وبين كايل. أعرف أنه لم يعد بيننا، وأعرف أن ذاك هو قلب دان الآن، لكن كايل لا يزال موجوداً في ذاك القلب، ذلك يعني أنني أستطيع أن أشعر به. ستفي الآن جانيس بوعدها وستقابل دانيال يوم السبت. بالنسبة لأناس كثيرين كجانيس، القلب هو نبع وخزان عواطفنا، ويقوم العلماء في كاليفورنيا الآن بإجراء الاختبارات على ما إذا كانت تلك الرمزية صحيحة، وقد جلب اكتشاف خلايا الدماغ الموجودة في القلب أفكاراً جديدة عن الذاكرة والذكاء. لقد أمضى العلماء وقتاً في البحث عن تفسير هذه الظاهرة، حيث يبدو أن الذكريات وحواس الذوق تنتقل مع قلب الإنسان، ويعتقد العديد من جراحي القلب أنه أمر نفسي. بعد زراعة العضو الجديد في الجسم، يجد المريض نفسه فجأة بحال أفضل، ولكن يترتب عليهم أيضاً التكيف مع حياة جديدة، وهم يميلون بشكل طبيعي إلى ربطها بحياة الواهب، ويمكن لك أن تأتي بأفكار عديدة، ولكن ليس من الضروري أن تكون صحيحة. أن تجرى لك زراعة قلب يعني عملية جراحية كبيرة، وبالتالي ستمر بمجموعة من التجارب النفسية والجسدية المثيرة. ستمكث في وحدة عناية مركزة وتتلقى أدوية خافضة للمناعة. قد تحدث لدى البعض آثار أخرى، آثار نفسية، تقلبات في المزاج وأنماط التفكير. وبعد، فإن درجة التشابه في بعض قصص ذكريات زراعة الأعضاء تصبح حتمية، كما أنه يصعب تفسيرها. ويزعم بعض العلماء الآن أنهم وجدوا نظاماً للخلايا العصبية في القلب يتحدى الصورة التقليدية للدماغ. حتى الماضي القريب، كان العلم يمجد الدماغ، والسؤال الذي يجب علينا طرحه كعلماء هو: هل الدماغ هو العضو الوحيد الذي تحدث فيه هذه الأشياء؟ مع كل ما نعرف عن القلب وطاقاته الاستثنائية واتصالاته مع الدماغ وخلاياه العصبية وهرموناته، ألا يتوجب علينا أن نسأل السؤال العلمي التالي: هل هناك مصدر آخر للتفكير؟ هل هناك طريقة أخرى للتفكير ليست بديلة وإنما إضافية؟ وإذا كنا نمجد الدماغ فقط، فلن نكون منفتحين إلى إمكانية وجود عضو آخر يفكر. يقوم الباحثون في معهد هارتمان في كاليفورنيا بالتحقق من إمكانية أن يكون لدى القلب تفكيره الاستثنائي الخاص. وقام الدكتور رولين ماكارتي وزملائه بتطوير تجارب لرؤية ما إذا كان بمقدور مجازات القلب أن تنبري لتدقيق العلم. قابلت الدكتور بيرسال لأول مرة عندما اتصل بي للتحدث بخصوص البحث في الآليات الممكنة
التي يمكن أن تفسر التغيرات لدى متلقي القلب، والتي تتجلى في بعض خاصيات الشخصية الواهب. ولقد قابل العديد من المرضى الذين تعرضوا لهذه التجربة، وأعتقد أن هناك ما يكفي لنأخذ الأمر على محمل الجد. البحث الذي أجراه دكتور ماكارتي مثير للجدل، ولكنه وجد دعماً من طبيب الأعصاب الدكتور أندرو أرمور من مونتريال في كندا. فبعد عدة سنين من معالجة المصابين بمرض القلب، لاحظ أن هناك أموراً تتعلق بالقلب أكثر مما استطاع أن يفسره النموذج العلمي الحديث. في الستينيات لم يكن هناك أي اعتبار للجهاز العصبي، وكان القلب يعتبر مجرد مضخة، والسبب هو أنه لم يكن لدى الناس قدرة على رؤية قلبهم في أي شكل آخر، فأنت تنظر إليه كمضخة. أما في الخمسين سنة الأخيرة فقد أصبحت لدينا القدرة على رصد حركة القلب والخلايا العصبية التي فيه بدقة. عندما أمعن النظر لاحظ شيئا ملفتا. بدأت بدراسة القلب من الخارج ووجدت خلايا عصبية لم يتوقعها أحد من قبل. كان ذلك رائعا، وتساءلت إذا كانت توجد على القلب، وقد طورت تقنيات شعرت بالارتياح حيالها، إذن سأطبقها على القلب وسوف تنجح. لقد اكتشف مجموعة معقدة من الخلايا العصبية في القلب، وحسب ما قال فهي منظمة في جهاز عصبي صغير لكنه معقد، وقد دعاها الدماغ الصغير في القلب. لقد تغيرت فجأة تصوراتنا التقليدية عن الدماغ والتفكير، فإذا كان لدى القلب خلايا دماغية فهل يمكن أن يكون لديه نوعه الخاص من التفكير؟ الباحثون في معهد هارتمان يعتقدون ذلك ويدعونه تفكير القلب. يوجد لدى القلب جهاز عصبي معقد ككل أنواع الخلايا الدماغية، مما يمكننا من القول بأن لدى القلب دماغ وظيفي، ولدى الدكتور أرمور صور له. أعني أن هناك بالتأكيد دماغ صغير في القلب، وقد أثبت أن لدى أنواع الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ الصغير والقلب ذاكرة طويلة وقصيرة الأمد تستخدم نوع التقنيات ذاته الذي يستخدمه الدماغ. يمكن لمجموعة الخلايا العصبية الصغيرة هذه أن تنجز مهمة المدخلات لمدة قصيرة، فإذا نبض قلبك فيمكن لهذه الدورة القلبية أن تجهز عدداً من الدورات القلبية المستقبلية، والتي هي الذكريات. عندما يستأصل القلب من الواهب، يعرض للتبريد، ويمكن أن يبقى حياً لأربع ساعات تقريباً. القلب في الغرفة. شكراً لك. فقط عندما يضخ القلب بالدم من المالك الجديد يبدأ بالنبض تلقائياً، ويعتقد أن الجهاز العصبي الداخلي هذا أو الدماغ في القلب هو ما يسمح له بالعمل. ويذهب ماكارتي بعيداً. يجب على وظيفة القلب نفسه وبالتحديد أن تزرع وتأخذ مجراها. عندما تفكر بالقلب تجده عضوا معقدا جدا، فالتنسيق الضروري كي يضخ القلب بكفاءة لا يمكن أن يعمل كما يجب دون الجهاز العصبي في القلب. ويوجد أنواع متعددة في الذاكرة هناك، حيث يجب على القلب أن يتذكر ماذا فعل في آخر نبضة أو في النبضات البضع التي مضت لكي يتمكن من العمل بشكل لائق. حسناً، لقد بدأ القلب ينبض في الحال، أليس كذلك؟ جميل جداً. إذا كان لدى القلب جهاز عصبي وكان بحاجة إلى نوع من الذاكرة ليعمل بكفاءة، فهل يمكن أن تخزن الذكريات وتنقل؟ وما الذي سيخبرنا به هذا عن مكان ذاكرتنا؟ تعمل كموزع، وهذا معروف منذ عدة مئات من السنين، فلا يمكن أن تتمركز الذاكرة في خلية عصبية أو مجموعة خلايا عصبية، بل توزع الذاكرة ذاتها خلال الجهاز العصبي. إذن لماذا يتوجب علينا أن نرسم خطاً عند الحنجرة ونقول بأن الذاكرة موزعة من هنا إلى هنا؟ ولماذا لا يمكن أن تكون موزعة خلال الجهاز العصبي كله؟
وإذا توزعت الذاكرة خلال الجهاز العصبي بما فيه أعضاء القلب، فما الذي سيعنيه هذا بالنسبة لمتلقي القلب؟ عندما تنقل قلباً إلى شخص ما، يمكنه أن يسترجع بعض الذكريات التي وزعت خلال الجهاز العصبي كله. إنني لا أقول بالتحديد إن هذا هو التفسير، ولكن من المحتمل أن يكون هذا هو ما يجري. يشعر بعض متلقي القلب بتغير عميق، فهم يصارعون تحولاً كاملاً. بيل وول أجرى عملية زرع قلب منذ 5 أعوام مضت، وكان تغيره بعد العملية لافتاً. إنني محظوظ لأنني وجدت واهباً خيالياً، شخصاً يتمتع بصحة متميزة وسيم وذا شخصية قيادية ومظهر جيد. لقد شعر بيل أن هناك شخصية جديدة تماماً تقوده، إنها شخصية رجل أعمال سابق. لقد وضع مهنته جانباً وبدأ حياة جديدة. كان الدكتور جاك كوبلاند الجراح الذي زرع له القلب. لقد تحول الرجل بغضون أشهر إلى رياضي، ولم نكن نتوقع أن هذا سيحصل له، ولكنه حصل. بدأ يركب الدراجة ويسبح بنشاط كبير. بعد أشهر فقط من عمليته، بدأ بيل يتدرب بشكل مفرط، لكنه لم يقابل عائلة واهبه إلا بعد سنة كاملة، حيث اكتشف أنه ينمي أشياء مشابهة لواهبه. أعرف أشياء محددة لم أليها اهتماماً من قبل، لابد أنها جاءت من مكان ما، وأنا واثق أنها جاءت من واهبي. كان بريدي واهب بيل يعمل بهلواناً في هوليوود، ولم تعني الاهتمامات الجديدة لبيل شيئاً إلا عندما قابل عائلة واهبه. لقد اقتنعا بأنه ورث سجايا شخصية عدة من خلال قلب واهبه. على الرغم من وجود جزء منه معي طيلة الوقت، فلم أحظى بشرف لقائه، ولهذا فقد أردت أن أعرف الكثير عنه. وجدت هناك تشابهاً كبيراً بيننا الآن. لا أعرف متى يتوقف برادي وأبدأ أنا، ولكن كلانا يفعل ما بوسعه من أجل الحياة. يسافر اليوم كريس أخو بريدي من سان دييغو لرؤية بيل. لطالما كان لقاء هاما بالنسبة لهم، وهم يخططون اليوم لإحياء الذكرى 5 لموت بريدي. لقد كانت أول مرة بعد سنة من حادث أخي. اجتمع عدد منا عند شاهدة القبر، وكان بيل لطيفاً للغاية لمشاركتنا في ذلك. وصدقوا أو لا تصدقوا، فقد أتيت بسماعة طبيب معي. لقد طلب مني أن يستمع إلى قلب برادي لأنه أراد الاتصال بأخيه. تعرفون بأنها كانت لحظة مميزة، وأعرف كم كانت مهمة بالنسبة إليه. لقد ظننت بأن الأمر سيكون لطيفاً أن أصغي لقلب أخي وهو يمض في جسد رجل آخر. إن الالتقاء بكريس والحصول على فرصة اكتشاف المزيد عن واهبه بريدي يؤكدان لبيل أن تغير شخصيته العميق قد جاء مع قلبه. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير. جيد، إنك تبدو على ما يرام. نعم، أعمل بين فترة وأخرى. من الاستثنائي أن ترى أنه كان قادراً ليس على تلقي قلب يعمل من أجله فحسب، وإنما على دفعه والاستفادة منه قدر الإمكان. وحقيقة أنه صار رياضياً ناجحاً ذا قلب مزروع هي أمر يبعث على الأمل. وكما تعرفون، فقد جعلت هبة قلب أخي الأمر ذا قيمة أكبر، لأنه ينتهز الفرصة حتى آخرها. أنا أحترم رأي بيل بأنه قد اكتسب بعض جوانب شخصيته الجديدة من واهبه. أنا لا أقول إنه مخطئ، أو مخطئ بكل معنى الكلمة، ولكن من جانب آخر، وكجراح وطبيب، لا أستطيع القبول بذلك كتفسير صحيح بدون نوع ما من البرهان العلمي. شرع باحثو معهد هارتمان بتصميم تجربة للبحث في دور القلب في معالجة المعلومات العاطفية.
ما وجدناه هو أن القلب يعتبر الجزء الأكثر دقة في جسمنا، والذي يعكس كيفية شعورنا. إنه ينبض تماماً برسائل مختلفة، الشيء الذي يرتبط بقوة مع حالتنا العاطفية. إنها حقيقة علمية، ومع ذلك فالعديد من الناس لا يعرفون هذا. إن القلب يرسل معلومات إلى الدماغ أكثر مما يرسله الدماغ إلى القلب. من المهم جداً أن نفهم العلاقة بين الدماغ والقلب، لأن هذا يساعدنا في النهاية على فهم الطريقة التي استطاع بها القلب تخزين ذكريات ذات صلة بالدماغ. يتواصل القلب والدماغ عن طريق مصادر متعددة من المعلومات. أولاً، هناك اتصال عصبي من الدماغ إلى القلب، وهناك اتصال عضدي أيضاً. فالهرمونات ستفتح الدماغ إلى القلب، والقلب بدوره يعيد إرسال التغذية الراجعة إلى الدماغ من خلال الأعضاء الحساسة للضغط ومن خلال الدم العائد. ولكن ما لا يدرك عندها غالباً هو أن القلب هو المولد الأكبر للإشارات المغناطيسية في الجسم. وفي الحقيقة فإن مخطط كهربائية القلب هو أكبر بمئة مرة من مخطط كهربائية الدماغ، وتخرج الإشارة الكهربائية من القلب لتنتقل خلال الدورة الدموية لتصل إلى الدماغ. وبالطبع تنتقل إشارة الدماغ الكهربائية عائدة إلى القلب، لذا فإن هاتين الاثنتين تتشاركان في تفاعلاتها، حتى أنها تتشارك كهرطيسياً مع بعضها. إن الأمر أشبه بجهاز إرسال إذاعي، فالقلب يشع حقولاً قوية، وهو المصدر المتزن الأقوى للحقول الكهرطيسية في الجسم. ويمكننا بجهاز اليوم أن نقيس الحقل المغناطيسي من بعد 3 أمتار عن الجسم، ولكن هذه هي حساسية الجهاز التي لدينا الآن. لقد بدأوا البحث عن دور القلب في تجاربنا العاطفية. في بعض أبحاثنا الأخيرة، هناك ما أسميه الفيزيولوجيا الكهربائية للحدس، والتي تتضمن أن القلب متصل بشيء آخر ما، وأنا أدعوه حقل المعلومات. لقد تم عرض صور ضوئية للمواد في التجربة، اختيرت لإثارة عواطف شديدة سلبية وإيجابية. لقد تم اختيارها على فواصل مدتها 6 ثوان عشوائياً، وقد سجلوا فيزيولوجياً فعالية الدماغ والقلب. ما وجدناه هو أنه فيما نسميه الفترة الممهدة للمثير قبل أن يروا الصورة الضوئية، يقوم كل من القلب والدماغ بردة فعل مختلفة، حيث أن القلب كان يتحول وكان يتغير قبل الدماغ. وفقاً لما جاء على لسان الدكتور ماكارتي، تظهر التجربة أن القلب يتصرف بديهياً، وبشكل ملفت يقوم بتسجيل جواب توقعي قبل ظهور صورة مبعثرة على الشاشة، كما يرسل رسالة إلى المراكز العاطفية في الدماغ مباشرة، ويقوم بعدها الدماغ بإعداد الجسم للتحرك. كان ذلك مفاجأة لنا، القلب موصول بهذا النوع من المعلومات وقبل الدماغ. إلى أين يؤدي كل هذا؟ وفقاً لماكارتي فهو يؤدي إلى فرضية تقول ليس للدماغ دور حصري في معالجة المعلومات. من الممكن إذا قمنا بنقل قلب من شخص لآخر، حيث أن ذلك القلب المزروع متصل بحقل المعلومات الخاص بالواهب، فيتولد شعور لدى المتلقي وكأن أحداً ما موجود بداخله. لم يقبل الطب السائد بنظريات ماكارتي، ولكن هناك مرضى ككلير سيلفيا ممن لا زالوا يبحثون عن تفسير لما يشعرون به. لقد انتابتني مشاعر عدة جراء تجربة العيش مع شخص آخر، فقد تغيرت كثيراً، وتواصلت أجزاء كلير القديمة مع أجزاء تيم الجديدة، وأصبحت بمثابة شخص ثالث. شعرت بعد العملية الجراحية وكأنني أعتني بشخص آخر. أخبرت أم واهبي بذلك، وأدركت أنني أحيا من أجل 2. أتحدث معه كما أقول له أشياء كل يوم. إنني لا أشعر بالوحدة مطلقاً، أشعر دائماً وكأنه معي، وذاك شيء رائع. لكي يعرف المتلقون من أين جاءت هذه المشاعر الجديدة، عليهم أن يعاودوا متابعة رحلة قلوبهم. ولكي يجاب على الأسئلة، يجب على عائلتي المتلقي والواهب أن تجتمعا، وجانيس هي على وشك القيام بذلك. إنني أتطلع إلى ذلك، وهذه ستكون نهاية سنين الألم 5.
أريد أن أضع يدي على صدره وأشعر بذاك النبض. بوم بوم. بعد عام من زراعة العضو تلقت جانيس رسالة من دانيال. مرحبا جانيس، لا أعرف ماذا أقول، أشعر بامتنان لا أستطيع التعبير عنه. لقد انتظرت لأكثر من سنة لأخبرك عن حالتي قبل العضو المزروع. من دواعي سعادتي أن ألقاك وأخفف من معاناتك بأي وسيلة أستطيع. إنني شخص خجول جدا، لذا أرجوك كوني لطيفة معي. المخلص دان. ولد دانيال مصابا بمرض خلقي يمتاز بغدد مخاطية، إنه مرض وراثي حيث تتأثر الرئتان بسهولة ويصعب التنفس، فلم يكن أمله في الحياة كبيرا. بدأت حالتي الصحية بالتدهور عندما كنت في 21 من عمري، وقد تزايدت سرعة التدهور بسرعة كبيرة، وأنا على ثقة أكيدة بأنني كنت على بعد 2 من الموت. في الواقع عندما جاءني الاتصال كنت يائسا تماما. ما تزال جانيس تتفهم ما حصل لقلب ابنها. إن ذاك القلب هو ذاته الذي كان ينبض داخلي عندما كان ولدي في أحشائي، وقلبه هو أهم جزء بالنسبة لي، إنها حياته. كما تعرفون فالقلب يتوقف عن النبض ويتوقف كل شيء معه. أخيراً لقد انتهى انتظار جانيس الذي دام 5 أعوام، فهي على وشك لقاء دانيال وأمه للمرة الأولى. مرحباً. مرحباً دان، شكراً لقيامك بهذا، شكراً جزيلاً. لا داعي للشكر. شكراً لك، فهي تعني لي الكثير. مرحباً جان، شكراً جزيلاً. ليس لديك أدنى فكرة كم يعني لنا هذا. أعلم هذا. شكراً. هيا تفضلي، اجلسي وتناولي كأساً من الشاي. كيف حالك؟ إنها جيدة جداً. كان كايل مثلك ذا شعر داكن، سأريك صورة له لأنني أتساءل دائماً ما إذا كنت تعرف كيف يبدو. ذاك هو كايل. واو. نعم، يبدو لون بشرته داكناً، كان يحب الحيوانات. يا لوسامته. نعم، كان صبياً ذا مظهر وسيم جداً. إنه ابني وأنا أحبه وأفتقده، ولكن الآن شعرت بنبضات قلبه. إنها ليست قوية كما كانت لأنها تمر بطبقتين من الملابس، ولكن قلبه ما يزال ينبض، وذاك ما كنت أنتظره منذ 5 أعوام. وأنا مسرورة جداً بأنني التقيت بك. أستطيع الآن مواجهة هذا الأمر الذي كان غامضاً. كما تعرف لم يذهب كايل تماماً. أعلم أنه لم يعد قلبه، ولكنه ما زال جزءاً مني وما يزال ينبض. وأمل بأنك ستستمر وتستمر وتستمر. إنه الآن يعيش حياة لم نكن نعتقد أنها ممكنة حتى عندما ولد. أنا الآن أقوم بأشياء جديدة علي كتسلق الصخور. ذاك جيد، لأن كايل كان مغامرا كذلك. لقد كان يتمنى أن يصبح مظليا. لكن هل يمكن أن تكون هذه الروح المحبة للمغامرة في دان قد جاءت من واهبه؟ لقد تغيرت حياتي بعد زراعة العضو بشكل تام وبكل معنى الكلمة، وبدأت بممارسة الرياضات التي لم أكن قادراً على ممارستها من قبل. عندما كنت طفلاً لم تكن الرياضات أبداً شيئاً مثيراً أكثر مما ينبغي، لم تكن أبداً مسألة هامة بالنسبة لي، والحقيقة أني لم أكن قادراً على القيام بها. إذا كان هناك دليل بأنه من الممكن أن تكون بعض عواطفي قد جاءت من واهبي، فلم يكن ذلك ليزعجني على الإطلاق، فأنا أعتبرها عواطفي فحسب. حالياً يظهر البحث تغيراً في شخصية متلقي القلب بنسبة تتراوح بين 5 و10%. إذن فكلما جئت بفكرة جريئة فلا بد لها أن تدحض، وإذا لم نستطع أن نضحضها فثمة سر وراء ذلك.
إن المعلومات الموجودة في إنسان تنتقل من شخص إلى آخر عبر هذا العضو الثابت، لذا أظن أن الاحتمال موجود بالتأكيد. بوجود دليل جديد بأن عضوا كالقلب يمكن أن يكون لديه نمطه الاستثنائي من التفكير، فإننا نتوجه نحو فهم الدور الذي يمكن أن يلعبه القلب إلى جانب الدماغ في تفسير العالم من حولنا. ربما يكون القلب بالارتكاز على العلم الحديث عضوا ذا حس وتفكير وشعور ومحتفظا بالذاكرة. تلك هي القصة، وإن مرضى زراعة الأعضاء هم بعض من البيانات. وإذا صح ذلك فسوف نسأل: هل كنا نفكر بدون قلب طيلة هذه السنين؟ وإذا كانت تلك هي الحال، فمن الأفضل لنا أن نستيقظ ونمتلك قلبا. من الضروري للذين مروا بهذه التجربة أن يأخذوا المسألة على محمل الجد. لا أعتقد أنه مجرد مضخة، إنه جزء لا يتجزأ مني كبقية جسمي، وسوف أتعلم في يوم ما أن أقبله. لا أكترث لما يعتقده الناس، وفي أعماقي أعرف أن ما سيحصل سيحصل حتما. إني أعيش مع جزء منه، إني أعيش من أجله وأعيش من أجلي من خلاله. أعرف أن هذه العادات الموجودة في قلبي هي أشياء لم أقم بها من قبل، وأنها أصبحت من عاداتي اليومية. أعرف أنه من السهل علي أن أجلس هنا وأقول هذا، ولكنكم تعرفون بأني تغيرت. يأمل جيم وماجي أن يكتشفا في يوم ما السبب في هذه الشعرية التي أضحى عليها جيم. هل هي من الفراغ أم من شخصية الواهب؟ بدأ الأمر وكأننا توأمين، نشعر الألم ذاته والكثير من الأمور الأخرى كزهرتين في تربة واحدة. حقاً إننا نبدو كذلك. سلام يتسرب من بين أصابعه.